منظمة جمعية سبو الكاراتي ملحمة وطنية بمدينة القنيطرة تحت معلمة قصبة مدية اللي كانت بمناسبة رمضان المعظم كان مهرجان بتنسيق مع المجلس قصبة ديال المدية كان واحد الملحمة اللي هي رائعة كانت ملحمة ممتازة بالنسبة للأطفال ديال جمعية سبو اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يكونوا هاد الوليدات اللي غيمثلوا مهرجانات وطنية ومهرجانات استعدادات لمهرجانات الدولية اللي جاية إن شاء الله ونتمنى لهم التوفيق تبارك الله عليهم وشكرا أستاذ بالنسبه للنشاط المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم كاين انشطه وطنيه اللي كنستعدوا لها ان شاء الله اللي غتكون في جميع المدن المملكه المغربيه بتنسيق مع مجلس ديال الاخوان ديال عماله اقليم قنيطره ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا كنستعدوا ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد اللقاءات اليوم افارقه بشراكه مع الاخوان ديال السنغال ان شاء الله حاليا هما اللي كاين لي كونتاك بيننا وبينهم ونتمنوا التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم استاذ يعني بطريقه رائعه ومختلفه شاهدنا النشيد الوطني يعني بطريقه ديالك وكذلك المسيره الخضراء تحدثنا على التدريب يعني هاد الاطفال الصغار يعني واش تجاوبوا معك بسرعه ولا كانت هناك الحمد لله بالنسبه لهاد الابطال هما ابطال بعدا في رياضه الكاراتيه حاصلين على البطولات الجهويه الرتبه الاولى لا في الكاطا ولا في الكوميتي حاصلين على البطولات الوطنيه بالنسبه للكوميتي مشاركين في البطوله الدوليه اللي كانت دارت بمدينه طنجه الحمد لله كان مشاركه كانت جد ممتازه وتبارك الله عليهم زعما كانوا في المستوى اللي هو رائع بالنسبه للتدارب كانت عندنا تدارب مكتفه نسيت ومجهودات وكنشكروا الاباء اللي كانوا معنا ديما حاضرين معنا وهما اللي ساندونا باش هاد الاطفال زادوا القدام ان شاء الله شي اضافات في الختام نعم استاذ شي اضافات في الختام كنشكرك بعدا اولا انت بالحضور ديالك وكنشكر الاستاذ الاذاعه ديال القنيطره 36 وكنشكر الاباء لحقاش كنا لولا الاباء ما كناش غادي نزيدوا القدام كانت البدايه ديالنا من 2006 كتشارك الجمعية سبو الكاراتي بجميع العروض ديالها كنشيد وطني ما تقيش بلادي نداء الحسن ونتمنى من الله بانه يكون هذه خطوه وكبدايه باش ندفعوا بهذه الوليدات للامام ان شاء الله وبالنسبة للآباء لولا الآباء ما كانتش هذه الجمعية غتنطلق بهذه الطريقة إن شاء الله. أكيد أستاذ غادي يكون عندنا إن شاء الله لقاء آخر معك برنامج ضيف أسبوع ومع إن شاء الله وتنتمنى لكم مسيرة موفقة وتمثيل مدينة قنيطرة ليس في المغرب ولكن على الصعيد الوطني شكرا. شكرا أستاذ شكرا معك.